طيب خلينا بقى نروح نتكلم على كلام مهم قوي انك انت تبقى عارفه. مفيش حد في مصر ولا في العالم بالمناسبة ما بيتكلمش على الأوضاع الاقتصادية في العالم. الكل يعلم جيدا قاسيا كان أو دانيا أنه في أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة، واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية اللي مرت على العالم، إن لم تكن الأصعب على الأقل خلال 40-50 سنة فاتوا، وهي بالفعل الأصعب بالمناسبة. والتوقعات بتاعة الاقتصادات العالمية للعالم كله تم خفض توقعات نموها، يعني اللي كان متوقع له ينمو مثلا بنسبة 10%، ما فيش حاجة ده 10 يعني، بس هينمو، لا ده هينمو 5، والخمسة هينمو 2.5، وحاجات شديدة الصعوبة. ورغم خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية، وخد بالك دي حاجة مهمة، صندوق النقد الدولي، هيئة مالية اقتصادية دولية، تتوقع ايه بقى؟ عشان احنا بنتكلم هنا على اقتصادنا، تتوقع انه مصر، قول ان شاء الله اولا، تبقى رابع اعلى معدل نمو فين؟ وسط اهم الاقتصادات العالمية لسنة 2023. تعال نشوف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مشكورا يوفر علينا أحيانا جهدا، لا هو أغلب الوقت جهدا كبيرا من البحث والتقصي. الناس في المركز الإعلامي بتقعد تشتغل بشدة وبضراوة وبقوة وبمنتهى الشراسة الإيجابية عشان يطلعوا كل الحاجات الممكنة المتعلقة بالتقارير الاقتصادية وغيرها، وبيتفضلوا علينا مشكورين بيبعتوا لنا الحاجات اللي زي كده نقعد نقراها علشان نفهم، ونبدأ مع حضراتكم نفهم سوا ونشرحها بالراحة. هتلاقي الانفوجراف العرض المعلوماتي بيسلط الضوء على ايه؟ بيسلط على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو زي ما كنت بقولك في وسط أهم الاقتصادات العالمية 2023. تعال نبص مع بعض على سلايد اللي حضرتك شايفها قدامك على الشاشة، وهتلاقي اهو صندوق النقد الدولي، واخد بالك؟ صندوق النقد الدولي بيقول ايه بقى؟ بيقول الاتي، بيقول انه مصر هتحقق رابع اعلى معدل نمو في الاقتصادات العالمية، وبمتوسطات نمو، يعني في ارقام متوسطات نمو شديدة الوضوح ايه لعينيك، تلاقي ايه؟ بص يا سيدي، ادي معدلات النمو المتوقعه لسنه 2023. تعال كده نشوف فرنسا 1%، المانيا 0.8%، المانيا دي رابع اهم واقوى اقتصاد على مستوى العالم واقتصاد اوروبا رقم واحد. طيب ايطاليا 0.7%، كندا 1.8%، الولايات المتحدة معدل نمو 1%. حلو الكلام، انت واخد بالك انا بقولك على ايه؟ انا عمال بنقي، انا ما خدتلكش مثلا اقولك ايه، وان كان الارجنتين عاملة معدل نمو حلو بصراحة 3%، ما جيتش اقولك مثلا تعال نبص على اقتصاديات كده شبهنا قدنا، او اقتصاديات ناشئة زي ما بيتقال يعني بالتعبير الاقتصادي علميا، لا ده انا بقولك على اقتصادات كبيرة وهامة زي ما ذكرنا ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا الهند ما شاء الله محققة 6.1%، حاجة عظمة على عظمة، الصين 4.6%. مصر فين يا عم يوسف؟ أقول لك عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة، توقعات النمو بتاعة مصر لسنة 2023 4.8%. أذكرك جيدا جيدا بكلام لفخامة الرئيس في بداية هذه الأزمة اللي بدأت بقوة جدا في 24 فبراير مع إعلان الحرب اللي حصل في أوكرانيا وروسيا، وأيضا العديد من التصريحات لفخامة الرئيس في الفترة ما بعد ذلك، على إنه إحنا عاملين حسابنا واخدين استعداداتنا وعارفين هنعمل ايه، والدنيا هتبدأ تهدى بالراحة، او بالادق زي ما قال الرئيس هتبدأ تهدى بالتدريج على الاقل عندنا في اقتصادنا. طيب طلع العيال بتاعت الاخوان ومن شابههم ومن يسير على نهجهم وشككوا في هذا الكلام،
وطلعت ناس تانية قالت لك لا 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 لا، ده مصر عندها أزمة كبيرة جدا، ده مصر خلاص الحق. أنا شفت حد والله كاتب قال لك إيه بقى، مش كاتب يعني، كاتب واحد كاتب يعني كده بوست تافه زيه، قال لك يا جماعة مصر خلاص كده مهددة بالإفلاس. فيجي تلاقي معدل النمو المتوقع 4.8%، هو ده معدل النمو المتوقع اللي خارج مثلا من وزارة المالية أو وزارة التخطيط أو البنك المركزي أو مركز من مراكز البحوث الفكرية والاقتصادية عندنا في مصر، ولا ده كلام صندوق النقد الدولي؟ لا ده كلام صندوق النقد الدولي. تعال نشوف الصفحة اللي بعد دي. أيوة صفحة رقم 2. بص يا سيدي بقى، معدل النمو الاقتصاد المصري توقعات إبريل، خد بالك، 22.5%، توقعات يوليو اللي لسه خلصان ده بقاله 24 ساعة 5.9% أيضا، يعني ما فيش اهتزاز في معدل النمو، في حين أنه بالمناسبة يعني هتيجي تقول أصل معدل النمو يحسب بالربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، هقول لك صح، لكن في حالات الحروب والأزمات الاقتصادية الضخمة، لو صح التعبير الأزمات الاقتصادية الأممية أي التي تعصف بأمم العالم أو العالم المعروف كوكبنا الأزرق اللي بيحصل، لا ده أنا بقيس بجد كل شهر وأحيانا قد أضطر للقياسات الأسبوعية لما بتحصل أزمات. طيب بص معدل النمو العالمي، وبالمناسبة الاقتصادات اللي احنا كنا بنعرضها لكم دي بتشكل تقريبا 83% من معدل الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي. طيب بص بقى معدل النمو العالمي عامل ازاي، هو مقدار خفض التوقع تقريبا 0.4 نقطة مئوية. حلو، في 22 او بالتحديد في ابريل 22 النمو العالمي كان 3.6، يستمر في انخفاض ليصل الى يوليو، خد بالك، 3.2، يعني بينخفض على مستوى العالم. عند مصر لو خدت بالك من ابريل ليوليو المعدل بتاعك 5.9 ثابت. معدل الاقتصادات الناشئه والاقتصادات الناميه، احنا اقتصاد ناشئ مش نامي، حلو. طيب الاقتصادات الناشئه 3.8 في إبريل وينخفض ل 3.6، ده على الاقتصادات الناشئة ككل المتوسط العام. بالنسبة لي أنا مصر، مصر مقدار خفض التوقع صفر لأن أنا ثابت على 5.9 بتاعتي. بص الاقتصادات المتقدمة، اقتصادات متقدمة أنا بكلمك على ألمانيا، بكلمك على كندا، بكلمك على الولايات المتحدة الأمريكية، بكلمك على الصين، بكلمك على الهند، اقتصادات حدث ولا حرج يعني، دول عمالقة ماشي، مقدار الخفض 0.8 نقطة مئوية. فتلاقي انه في ابريل كان 3.3 والخفض يصل الى ان احنا نوصل في يوليو معدل نمو الاقتصادات المتقدمة الكبيرة جدا دول عمالقة العالم، دولار ويورو يوان روبية، 2.5%. شوف بقى معدل نمو منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على رأي فؤاد المهندس الله يرحمه الحوافريت اللي هو أنا إحنا يعني، في معدل خفض هو 1.1%. فتلاقي إن الاقتصادات في المنطقة بتاعتنا شمال إفريقيا والشرق الأوسط كانت 5% وانخفضت حتى 4.9، بس مصر في حالة ثبات. معناه إيه الكلام ده؟ تعال نقلع على الصفحة اللي بعدها. معناه إيه؟ عندك أي تفسير منطقي علمي يقول غير ان انت اقتصاد محترم؟ أقولكش اقتصاد قوي ونحن اللي مش عارف خالص، بس احنا اقتصاد عرف يتعامل مع الازمة من قبل الازمة، اي اقتصاد مش هقولك بقى توقع الازمة، لا يا سيدي ما توقعهاش، اللي توقع ازمة اوكرانيا ولا حد كان يتوقع ازمة الكورونا، لكن احنا اقتصاد القائمين عليه وخلق استراتيجية لهذا الاقتصاد وما نطلق عليه كده بالعلم يقولك الاصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري، احنا عملنا حسابنا على ايه؟ مش على الازمات، احنا عملنا حسابنا على ما تطلق عليه قفزات. احنا ما كانش هينفع نجري. بص يا مولانا قبل ما ابدا، بس انا اسف اعوض، انا عارف ان انا بجري بسرعه او يعني شويه بطول عليكم، انا عارف علشان لازم. بص بقى دلوقتي انا ناس قعدنا البلد دي ما اتحركتش من مكانها 50 سنة على كل الاصعده الممكنه، بحث علمي في اقتصاد في بلاوي ماشي 50 سنة، العالم كان بيجري خلال ال 50 سنة دول
وعلى رأي سعيد وصاحبك أعزل، احنا واقفين عاملين كده بنتفرج مساهمين، ليه ما اعرفش، او عارف بس مش ده وقته، او اظن بس مش ده وقته. ماشي، انت دلوقتي محتاج، مش تجري، مش هتحصله، اقفز طير. فعملت كم اصلاحات هيكليه مهوله تاني، ولا في الخيال كان حد يتصور انه في 8 سنين تعمل اللي يخليك اقتصادك ثابت على معدل نمو في ظل أزمة اقتصادية بتضرب العالم وبتضرب الإقليم اللي انت موجود فيه وانت ثابت. تعال نشوف الصفحة الثالثة، تعليقات تقرير صندوق النقد، التعليقات، ابرز تعليقات الصندوق حول اداء الاقتصاد المصري من بدايه الازمه والحد دلوقتي. اجواء قاتمه واكثر ضبابيه على الاقتصاد العالمي يشهدها العالم في 22 بعد تعافي مبدئي خلال 21 عشان موضوع الكورونا، وطبعا كانت توقعات الانكماش اللي حصل بالفعل في الناتج العالمي. خفض توقعات النمو في كبرى الاقتصادات، انا كده بكلمك على الاقتصاد العالمي مش لسه المصري، في كبرى الاقتصادات المتقدمة بوجه عام في 22-23 خفض النمو. ارتفاع معدلات الديون، وبتشير الأوضاع العالمية إلى وصول الدين إلى مستويات حرجة في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية. من عندي أنا، أنت لازم تعرف حجم الدين في أمريكا عامل إزاي، لأنه بقى مخيف مخيف. أزمة الغذاء تفاقمت كما جرت العادة، وده جزء من التعليقات اللي قالها الصندوق. تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال 22-23 بوتيرة عالية، إلا أنه تيجي على قناة السويس وتلاقي الله أكبر وما شاء الله والحمد لله، معدل المرور عندي زايد، معدل الحمولات زايد، عدد السفن زايد، إيراداتي زايدة بشكل تاريخي. ورفع توقعات التضخم العالمي على إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. عشان كده بتمنى من ربنا، أنا مش عايز حاجة تحصل في بحر الصين الجنوبي، أنا تعبت، أنا تعبت كاقتصاد، ويمكن تعبتكم معايا كمشاهدين، وأنا بحاول أشرح لكم بسرعة. تعال ناخد الصفحة الرابعة أخيرا، عشان زي ما حضرتكم عارفين عندنا لقاء وحلقة شديدة الأهمية. بص بقى على مصر، مارس 22 في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري، خد بالك من الجملة بقى دي بالأحمر، الإجراءات التي اتخذتها مصر هي خطوات جديرة بالترحيب، بتوسع نطاق الحماية الاجتماعية ومظلتها، وبتخلق مرونة في حركة أسعار الصرف. انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المستوى المتوسط، وتحقيق فائض أولي تقريبا 2%. كان بيحصل امتى ده مولانا؟ تعال نروح في لدينا تجربة ناجحة للغاية مع مصر. تعال نروح على الجملة بتاعت متوقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9 بعد ما كانت وصلت في 21 ل7.3. يعني أنا بخفض معدلات البطالة يبقى أنا بخلق فرص عمل أعلى، يبقى أنا بخلق ناتج قومي إجمالي أعلى، قدرتي على سداد الدين يا أستاذ يلي بتفهم أعلى، ده لو بيفهم. ويوجه فريق صندوق النقد الدولي الشكر للدولة المصرية على مناقشتهم الصريحة والبناءة. نشجع على المضي قدما، فهناك حاجة لإحراز تقدم حاسم بإصلاحات أعمق. اسمع كلمة أعمق مش أشرس، أعمق. أعمق يعني مصلحتك. على كل ينتهي حديثنا الاقتصادي عند هذا الحد في هذه الحلقة، هيكون لنا حديث اقتصادي في الحلقات اللي جاية. ما عايز أفكركم النهاردة الساعة 12 بالليل هيقفل باب التقديم في مسابقة نجوم التاسعة، 12 بالليل يعني بعد شوية خلاويص. المسابقة احنا بنتكلم على مسابقة في الغنى، يعني تعمل كليب دقيقتين في بيتكم، في النادي، في الشارع، على سطح البيت اللي انت عايزه. حلو، حضرتك بتكتب شعر، ابعت لنا القصيدة بتاعتك او اعمل فيديو كليب وانت تلقيها، قصة قصيرة اعملها PDF وابعت على الصفحة بتاعتنا. شوف البرومو وهرجع لك تاني. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة، ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF.
مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو، نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك على قناة مصر الأولى. قناة مصر الأولى تلفزيونك وقناتك وبرنامجك، قناتك الوطنية رقم واحد. كل حبي وتقديري لكل القنوات الصديقة الزميلة الشقيقة الرفيقة، بس احنا هنا ماسبيرو. ابعت، فاكرين زمان كانوا يقول لك ابعت على ماسبيرو كورنيش النيل؟ ابعت المره دي مش على ماسبيرو كورنيش النيل، بس هو جواه. هتبعت على صفحه برنامج التاسعه، هتبعت، ادي السوشيال ميديا بتاعتنا بتلاقوها موجوده على الشاشه. حضرتك فرصتك في الالتحاق بهذه المسابقه وتحقيق حلمك اللي حلمت بيه في يوم من الايام قبل الساعه 12، اقل من ساعتين. انجز نفسك وبعتولنا على صفحات التاسعه على السوشيال ميديا. هو احنا هنطلع فاصل، بعد الفاصل هيكون لنا لقاء نعتقد متميز جدا، وهو ليس متميزا بسبب المذيع ولكنه متميز بسبب ضيفنا اللي شرفنا بهذا اللقاء الحقيقة والسماح لنا بإجراء هذا الحوار إذا صح التعبير. فهو ليس مجرد لقاء، حوار واسع جدا مع صاحب القداسة والغبطة البابا تودروس بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الأسكندرية. لو حابين نحط عنوان لهذا الحوار من وجهة نظري أنا، أقول لك أسرار السنوات العشر لقداسة البابا تودروس على الكرسي البابوي. عايزك وانت بتسمع هذا الحوار تاخد بالك من أنه البابا هيشرح لنا أو هيحكي لنا على طقوسه أثناء الأعياد بتاعة المسلمين، طقوسه في أعياد المسلمين. أيوة، وبالمناسبة نهنيه بعيد رهبنته 34، 34 سنة على رهبنة قداسة البابا تودروس. كل سنة هو طيب، كل سنة كلنا طيبين. بالمناسبة خلينا نستمع لحوار مع هذا الرجل الممتلئ بالحكمة، قداسة البابا تودروس بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الأسكندرية. خليكم معانا على التاسعة. أهلا بيكم. طبعا أول سؤال هيجي على ذهن أي حد، إحنا فين؟ إحنا موجودين هنا في الكاتدرائية بالعباسية ومقر الكرازة المرقسية. هنا هنقوم بلقاء مع صاحب القداسة والغبطة البابا تودروس بطريرك الأسكندرية والكرازة المرقسية. تاريخ المسيحية في مصر طويل جدا، يكاد يكون تاريخ المسيحية الأطول في العالم. اعتبر أنه بدأ مع قدوم العائلة المقدسة لمصر، سيدنا عيسى المسيح ابن السيدة مريم العذراء، لما جم هنا يحتموا بمصر وبأهل مصر. ومع تأسيس كرازة وتأسيس البطريركية يمكن تقريبا في العام 43 ميلاديا، واستمرت سنين طويلة جدا بتخرج منها المسيحية من البطريركية في الأسكندرية وصولا إلى بناء هذا المكان العظيم سنة 1968 في وقت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقداسة البابا كيرولوس الله يرحمه سنة 1968. النهاردة هنقوم بحوار أعتقد أنه هيكون مختلف مع صاحب القداسة والغبطة البابا تودروس، حوار ممكن يكون على تاريخ المسيحية في مصر، وحوار أيضا هيتطرق لتاريخ البابا تودروس وقراره بالرهبنة وخدمة ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم كمان على من وقت توليه سنة 2012 للبطريركية والجلوس على الكرسي البابوي، إيه اللي حصل؟ الوقت كان صعب وشديد ومش سهل. ايه اللي حصل من 2012 حتى هذه اللحظة في عام 2022؟ هيكون لينا حديث طويل من هذا المكان الجميل والرائع. استنونا. Thank you.
احنا هنا تقدر تقول احنا موجودين في اقدس واطهر الاماكن في الكرازة المرقوصية واهمها على الاطلاق. احنا في مقر الكاتدرائية بالعباسية، لينا كل الشرف بانه يعني خدنا الاذن او السماح بان احنا نجري حوار مع صاحب القداسة والغبطة البابا تودروس الثاني بطريرك الاسكندرية والكرازة المرقوصية. اولا الف شكر. اهلا وسهلا بيكم. الف أهلاً شكر على انه سمحت لنا بهذا الحوار. اهلا بيكم، وخصوصا في المكان بالظبط اللي احنا موجودين فيه، وقداستك شرحت لي كل مكان موجود حواليا في الكنيسه، واذا اذنت لي انا استسمح في انه تشرح لنا مره تانية انا والمشاهدين. دي الكاتدرائيه المرقوسيه بالعباسيه بالقاهره، ودي وضع حجر اساسها 1965 مع السيد الرئيس جمال عبد الناصر والبابا كيرلس السادس والامبراطور هيلا سيلاسي امبراطور اثيوبيا، وتم افتتاحها سنه 68 في يونيو 68 1968 بمناسبه مرور 1900 سنه على استشهاد القديس ماري مرقس المؤسس للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. الكنيسة اتبنت كأكبر كنيسة في الشرق الأوسط في وقتها، وهي بتسع حوالي 4500 مصلي. فيها صحن الكنيسة، ده الصحن الكبير بيتميز بالأعمدة في 12 عمود بيمثلوا تلاميذ السيد المسيح ال 12. المكان اللي احنا موجودين فيه خورس الشمامسة، خورس يعني قسم، وده اللي بيجلس فيه الشمامسة الآباء الكهنة الآباء الأسافة حسب المناسبة اللي بتكون موجودة. جوه هنا الهيكل والمذبح، وشرقية الهيكل بنسميها حضن الآب، وطبعا مزينة بالأيقونات الكتيرة كلها أيقونات مشاهد من الكتاب المقدس. أنا لفت نظري جدا وأنا آسف على المقاطعة، أسماء الفنانين من شعب الكنيسة اللي رسموا الأيقونات. عملنا مسابقة كبيرة وتقدم حوالي 20 مجموعة فنانين، يعني مش 20 فنان، كل مجموعة فيها 4-5 فنانين، وبعدين عملنا تصفية ما بينهم، اخترنا 5 وبعدين وزعنا عليهم الشغل، وعملنا مجموعة تخلي الشغل كله بمية واحدة، وتقسم بقى الجزء ده قعدوا يشتغلوا فيها 3 سنين وشوية. ودايما الكاتدرائيات يبقى فيها جزء تسجيلي للأحداث، مش مجرد مشاهد من الكتاب المقدس بس. فمثلا من الأحداث المهمة هنا عودة رفات القديس ماري مرقس من فينيسيا في البندقية في روما في إيطاليا، فده حدث حصل في أيام البابا كيرلس، والكلام ده كان سنة 1968 في افتتاح الكاتدرائية، فمسجلينها في أيقونة هنا متسجلة ما تبانش عشان في الجنب يعني. أيوة بالضبط كده. وهكذا مثلا شهداء ليبيا فلهم أيقونة هنا مخصوصة موجودة في الآخر هنا نشوفها لما ننزل تحت. ده حدث برضو مهم في تاريخ الكنيسة. وهكذا الأحداث المهمة بنسجلها، لأن الكاتدرائية عبارة عن هي مكان عبادة لكن كمان مكان لتسجيل التاريخ والأحداث. طبعا تخيل حضرتك مثلا بعد 200 سنة 300 سنة اللي هيبقوا موجودين يشوفوا التاريخ مسجل على جدران الكاتدرائية. يمكن كنت بقول انه تاريخ المسيحية في مصر يبدأ مع ميلاد سيدنا المسيح ورحلة العائلة المقدسة احتمائهم بمصر وبشعب مصر، ورحلة الكرازة يمكن كانت تقريبا من العام 43 لو انا متذكر مظبوط، دخول القديس ماري مرقس انه يجي اسكندريه. ايوه مظبوط. فاحنا عندنا تاريخ طويل جدا يكاد يكون هو التاريخ الاطول في تاريخ المسيحيه على مستوى العالم، يمكن تاليا على فلسطين. صح؟ صح، هو بشده. ليه؟ الكنيسه المصريه تاسست من خلال 3 عوامل مهمه جدا لم يتوفروا في اي كنيسه على مستوى العالم. أول حاجة نبوة في العهد القديم قبل السيد المسيح بحوالي 700 سنة، مبارك شعبي مصر، ده في سفر أشعياء قبل السيد المسيح. ثم زيارة العائلة المقدسة في بداية القرن الأول الميلادي
وده انفراد في مصر. ثم الحاجة الثالثة والمهمة كرازة القديس ماري مرقص واستشهاده على أرض مدينة الأسكندرية، عشان كده العنوان بتاعي بابا الأسكندرية برغم أن احنا قاعدين في القاهرة. ومعروفة أن دي كنيسة الأسكندرية في العالم كله. احنا ممكن نتكلم شوية على يمكن تاريخ أو رحلة الكنيسة في مجملها، بس عايز أبدأ يمكن الأول برحلة البابا تواضروس. يعني هو شخص عادي، نشأت على أرض مصر، اتولدت في المنصورة ودخلت المدرسة في سوهاج، وأسرتي اتنقلت دمنهور فكملت المدرسة لغاية ثانوية عامة، دخلت الجامعة في اسكندرية، جامعة الأسكندرية كلية الصيدلة، وتخرجت منها واشتغلت في محافظة البحيرة بتكليف وزارة الصحة، ثم عملت دراسات عليا في اسكندرية، وبعد كده جات لي فرصة أن أنا أدرس زمالة هيئة الصحة العالمية في إنجلترا، وقبلها درست في كلية اللاهوت في الأسكندرية، وخدمت يعني صيدلي عادي كده. وبعد فترة بعد ظروف أسرية معينة دخلت الدير سنة 1986، ودخلت الدير اترهبنت فيه، بعدها اترسمت راهب فكاهن، بعد 7 سنين من الرهبنة اترسمت أسقف في البحيرة، أسقف مساعد لمطران البحيرة الأنبا بخوميوس، وبعد كده قعدت أخدم وياه 15 سنة، وكانت خدمتي في مناطق صحراوية غرب اسكندرية، ثم ربنا شاء أن أنا أكون موجود في المسؤولية. طيب الحمد لله. هل أقدر أنه أعرف ليه قداسة البابا خد قرار أنه يترك كل الدنيا ويصبح راهب؟ صدقني هي مش قرار بيجي فجأة، لكن هي دعوة الواحد بيشعر بيها في قلبه، ويمكن أنا ابتدت وياه وأنا في تانية ثانوي نفسي أروح الدير كده. الحقيقة كان عندي غرضين بحبهم قوي وربنا حققهم لي، أروح الدير بس الأول أروح كلية الصيدلة، فربنا سمح أنا دخلت كلية الصيدلة. أنا يعني فكرة الدواء وفكرة أنه بيسكن الألم عند الإنسان دي فكرة مهمة قوي عندي، بيريح الإنسان. حضرتك عارف قضية الألم والإنسانية يعني، وإن أنا أروح الدير. فضلت الفكرة تكبر، طبعا خدت فيها مشورة أب اعترافي ومشورة المرشد الروحي شوية بشوية، لغاية ما ربنا سمح في اليوم المناسب أروح الدير. يعني ما بين تسكين ألام الجسد وتسكين ألام الروح، ده كان مسار قداسة البابا تواضروس. يعني ممكن تسميها كده، لكن يعني هي أشواق بتتربى في قلب الإنسان. طبعا في عوامل بيئيه، مثلا زيارات الاديوره، ان انا اشوف اب راهب واعجب بيه بطريقته باسلوبه، اقرا قرايات الرهبانيه، فده كله بيساعد في تقويه الاشتياق لطبيعه الحياه دهيت. وربنا سمح ان انا اروح الدير واقضي في الدير اوقات ممتعه جدا. قضيت 4 سنين في الدير، ثم 7 سنين ككاهن راهب كاهن في الخدمة قبل الأسقفية. وتبدأ الخدمة ومسار جديد وحياة جديدة لو صح التعبير. علشان كده أنا كنت بقول أنه تاريخ المسيحية في مصر هو تاريخ طويل جدا وممتلئ بالصعاب، وكان ممتلئ دائما بالتحديات، بل هو طريق ألام تاني بعد طريق ألام سيدنا المسيح. ومش عارف الكلام اللي أنا بقوله ده يعني يلقى قبول ولا لا. أنا هقول لحضرتك بصورة لطيفة قوي خلاصة التاريخ المسيحي في مصر. كما أن في مصر 3 أهرامات وهي معبرة ومميزة للتاريخ المصري، توجد 3 أهرامات في التاريخ المسيحي. الهرم الأول أن كنيسة الأسكندرية قائدة التعليم اللاهوتي في العالم، ويوجد في التاريخ ما يسمى بمدرسة الأسكندرية اللاهوتية. مدرسة الأسكندرية اللاهوتية دي أسسها القديس ماري مرقص، ودي كانت بتقوم على شرح الكتاب المقدس وتقديمه للمؤمنين. الهرم الثاني هرم الاستشهاد، فكنيسة الأسكندرية قدمت أعداد كبيرة من الشهداء،
من كل النوعيات، أطفال وشباب وشابات ورجال ونساء ومسنين، ولذلك تسمى كنيسة الشهداء. ثم الهرم الثالث هرم الرهبنة. يبقى الهرم الأول اللاهوت، هرم الاستشهاد، هرم الرهبنة. الرهبنة نشأت على أرض مصر وامتدت من مصر للعالم كله، وكل العالم يدين للرهبنة للقديس أنطونس الكبير. وقديس أنطونس فلاح من قمن العروس في بني سويف، دي البداية بتاعه، وبداية جميلة قوي. هو كان من أسرة ميسورة الحال، كان عندهم 300 فدان، ولغاية النهاردة في الخرائط الزراعية حوض الراهب متسمى باسمه يعني. فدول المعالم الرئيسية الثلاثة في تاريخ الكنيسة المصرية: تعليم، استشهاد، رهبنة. تعليم واستشهاد ورهبنة، وتستمر دائما بأنها تعليم واستشهاد وتضحيات ورهبنة وما إلى ذلك. قداسة البابا تواضروس يعني بالقرعة وصل إلى الكرسي البابوي في مرحلة من أشد ومن أصعب المراحل اللي مرت على مصر. مصر يمكن شهدت مصاعب كتير في الثمانينات وفي التسعينيات وأيضا في السبعينيات، لكن اللي مرينا بيه في فترة ما بعد 2011 يمكن مع منتصف 2012 وما إلى ذلك ما كناش نتصوره ولا نتخيله. ما الذي كان يجول بخاطر وبذهن قداسة البابا؟ 2011 طبعا الثورة والأخبار والحاجات ده هي حالة من عدم الاستقرار وحالة من عدم معرفة من هو الفاعل. كان دايما يقول في طرف ثالث من هو الفاعل؟ ما كانش في فاعل، ودي كانت نقطة غريبة. في ثورة في ناس هايجة في مظاهرات لكن من الفاعل مش باين. في سنة 12 في مارس سنة 12 تنيح أو توفى البابا شنودة، ودي كانت يعني حاجة صعبة جدا في تاريخ الكنيسة. يعني بابا شنودة قعد 40 سنة بطرك، وقبلها 10 سنين أسقف، يعني قاد الكنيسة على مدى 50 سنة، فطبعا عايش في وجداننا كلنا، تعلمنا على قديه وتربينا، هو اللي رسمني أسقف وهو اللي رهبني، يعني ده تاريخ جميل. وبدأت بقى عملية الاختيار. مع عملية الاختيار بدأت انتخاب رئيس للدولة، وانتخب رئيس الدكتور مرسي. وطبعا كان في حالة من التخوف الشديد في يونيو سنة 12، وأنا اتجلست في نوفمبر 12، والشعور العام إن مش دي مصر، اللي بيحصل ده مش بتاع مصر. صحيح، على كل المستويات. صحيح، يعني مستويات الفن، القضاء، تغيير القيادات المستمر، تغيير وزراء وتغيير قضاء وتغيير سفراء على طول، ما يذاع في التلفزيون، مش دي مصر. صح، مش دي مصر اللي طلعنا فيها. فكان الإحساس العام، إحساس عندي أنا، إن في حاجة بتتسرق، يعني بتتاخد منك. لكن شاءت الصدف إن أنا في نوفمبر 12 أكون أنا المسؤول عن الكنيسة، وتم الاختيار والانتخاب والقرعة. القصة اللطيفة الجميلة دهيت، وكان انتخابي أو بالقرعة يوم عيد ميلادي 60. مسؤولية كبيرة، وأنا ما عشتش في القاهرة، فكانت مسؤولية كبيرة من كل ناحية. أنا عشت في اسكندرية في البحيرة، لكن القاهرة، ولأن القاهرة زحمة ومش واخد أنا على أن الواحد يقف بالعربية في شوارع دي، مش واخد عليها خالص، فكانت حاجة جديدة بالنسبة لي. وبدأت خطوات تزداد المشاعر السلبية تجاه ما يحدث في مصر، والحقيقة كانت أحداث مؤلمة للغاية، وصاحبتها بقى أحداث عنف واعتداءات على الكنائس. لكن الحدث اللي كان مؤثر في البداية هو حدث الاعتداء على الكاتدرائية هنا يوم 7 إبريل 2013. كان حدث غريب، كارثي بكل المقاييس. دي الكنيسة الأم طبعا، وده مقر الرئاسة الكنسية، ما حصلش في التاريخ. وحتى لما الدكتور مرسي كلمني على سبيل يعني الطردية،
كان كلماته يعني متأسف ملهاش معنى خالص، ورغم ان انا استخدمت لهجة يعني حادة، لكن ما كانش في حاجة. ودي الحقيقة كانت علامة مرة خالص في بداية خدمتي كمسؤول عن كنيسة وفي الوطن، ومحدش يقبل كده. هي كانت دي البداية الصعبة. بقى تعاملت معها ازاي يا ضيقت؟ انا كنت يوميها في اسكندرية صباحا ورجعت هنا، وطبعا تم الاعتداء على الكاتدرائية والاعتداء على عندنا مسرح هنا، مسرح للأنشطة الكنسية، وتم عنف وتكسير وحرق وحاجات صعبة خالص، ودخلوا ناس الأماكن دهيت. وطبعا اتكلمت ويا الرئيس ساعتها، واتكلمت ويا وزير الداخلية، وكلهم احنا هنشوفه وهنحتوي الموقف. الكلمات الترطيبية دهيت اللي بتتقال في مثل المواقف دهيت دون فعل، لدرجة ان انا استخدمت كلمة صعبة قوي. انا قلت له ساعتها يوجد تواطؤ، فطبعا هو سمع الكلمة دي كلمة يعني تشد، وانا كنت اقصدها الحقيقة. ذكريات التعامل مع شعب الكنيسة في ظل احداث زي دي، وتحديدا الشبان والنشأ الصغير، ودول بيبقوا بطبيعة الأحوال وبطبيعة السن سهل إنه يمتلئ بالغضب، سهل إنه يفكر في إنه العنف يواجه بعنف مضاد. قداسة البابا تعامل إزاي مع موقف بالصعوبة دي؟ صدقني دي عايزة نعمة من ربنا. يعني أنا لا أدعي إن أنا شاطر ولا أنا يعني أقدر أعمل حاجة، لكن هي عايزة نعمة من ربنا، وعايزة إن الواحد يفهم الموقف كويس. اسمح لي أقول لحضرتك، لما تم الاعتداء على الكنائس جملة واحدة في أغسطس 13، ده كان حدث رهيب. أنا كنت قاعد، كنت في الدير، دير مارمينا، وأتلقى التليفونات، حرقوا كنيسة كذا، ولعوا في كنيسة كذا، عملوا مش عارف الصوانات بوتاجاز في الحتة الفلانية، وطلعوا مش عارف أعمل إيه. وما عنديش في التاريخ حتى القريب يعني مرجعية أقدر أرجع لها اتصرفوا فيها إزاي أو أعمل زيها. فالحقيقة كنت في حالة نفسية، والبلاغات اللي بتيجي قدامي ومش عارف أقول إيه. وبعدين أنا فاهم أن مش دول المسلمين إخواتنا اللي احنا متربيين في وسطهم، مش دول اللي عملوا كده. فالنقطة دي بقى الحكاية ثلاث أطراف بقى، في الشعب المصري سواء مسيحيين أو مسلمين، وفي طرف ثالث بيشتغل هدفه ان العلاقة الطيبة دهيت روح. وده اللي خلاني اقول ساعتها ان لو حرقوا الكنائس هنصلي ويا اخواتنا المسلمين في المساجد، ولو حرقوا المساجد هنصلي احنا الاثنين في الشوارع. صحيح. اعتقد ان الله اعطى نعمة لهذه الكلمات عشان ترطب القلوب. وفعلا في بعض المواقع الاعتداء على الكنيسة واجهوا اخواتنا المسلمين، الجيران والموجودين واجهوا الاعتداء اللي تم على الكنيسة. ففعلا هي كده. ونشكر ربنا عدت دون ان يعني ان شخص واحد يغلط غلطة واحدة، الحمد لله جدا. كانت ايه تعليمات قداسة البابا للاباء والرهبان والقساوسة في الكنائس حتى كمان البعيدة، وبالذات في الصعيد، لانه الصعيد تعب جامد. ان الوطن اغلى حاجة، لازم نحافظ على الوطن، والوطن مش طوب، الوطن البني ادمين. فالوطن لازم نحافظ على اخواتنا من كل ناحية، فلازم كل واحد يحط كده يعني عقله في راسه ويعرف خلاصه زي ما بيقولوا في الأمثال، وإن إحنا علاقتنا أسمى من إن في حاجة تتهد وحاجة تتحرق. ده كله هيعاد في المستقبل، لكن علاقتي بأخويا دي فوق كل شيء. 30/6 لما حصلت، كتير مننا بالفعل إن لم يكن أغلبنا أو كلنا وكنا نتنفس الصعداء اللي هو ياه. ثم أتى بيان 3/7 بردا وسلاما على قلوبنا وأرواحنا جميعا، هدينا. أنا عن نفسي نزلت على الأرض أبكي وأسجد شكر ربنا
أنه عدينا. لكن خليني هقول ما قبل بيان 3/7 بضعة أيام، حصلت 30/6 وبعدين ظهر بيان 3/7 وتلاها علينا رئيس الجمهورية آنذاك وزيرا للدفاع. إيه اللي كان بيدور في مؤسسات الدولة ما بين وزارة الدفاع، ما بين الكرازة الكرسي الباباوي، ما بين مشيخة الأزهر؟ كيف جلستم؟ كيف تناقشتم؟ أولا كانت العلاقة وما زالت طبعا الحمد لله علاقتنا مع الأزهر وفضيلة الإمام علاقة طيبة للغاية، وبنتابع في الأخبار وفي الجرائد وفي التلفزيون كأن الناس المسؤولة في ناحية والشعب في ناحية خالص. وبعدين قبل 30 يونيو ب12 يوم عرضت على فضيلة الإمام إن احنا نروح نزور الرئيس الدكتور مرسي ونقول له يعني نطمن على حال البلد، ورحنا وقعدنا وكل حاجة. ولما سألنا في آخر القعدة يعني إيه اللي هيحصل تاتي، قال عادي يوم عادي، المظاهرات في كل حتة عادي يوم هيعدي. هو كان شايف إن الموضوع بسيط. دي بقى اللي وضعت في قلبي شخصيا أنا شكل من أشكال الخوف، إن الشخص المسؤول الأول لا يدري ما يحدث في ما الشارع. دي قمة الخطورة، معناه ان مفيش حاجه بتوصل له سليمه، معناه انه مغيب، معناه اي معاني يعني. فكانت دي نقطه خطر، وانا اعتبرتها في داخلي يعني ده اعتبار شخصي ان دي نقطه اللا عوده بقى، يعني ده نهايه الامر، خلاص قضي الامر كما يقولون. يعني الحكايه مساله ايام، إلى أن جاء يوم 3/7 وكان يوم الحقيقة يعني له بهجته وله فرحته، فرحته بقى كل ناحية، لدرجة من الحاجات الجميلة يوميها بعد ما يعني خلصنا البيان واتقال واتزاع وكلنا كل واحد قال كلمة صغيرة كده، كلنا خدنا بعض بالحضن. صحيح طبعا، معنا في بعضنا ما نعرفش بعض يعني، خدنا بعضنا بالحضن، بس هي فرحة قلوب. يعني وحتى وانا راجع بالطياره، الطياره هليكوبتر قال لي انا هنزل شويه علشان تشوف فرحه الناس في الشارع. الله. فكانت الزغاريط بتاعتهم واصله فوق. صحيح، هي دي بجد بقى الزغروطه اللي بتطلع لحد السماء. صحيح، والانوار والحركه في فرحه طالعه من الارض. فكانت حاجه جميله خالص، نشكر الله الحمد لله. من 30/6 و3/7 لحد يعني واحنا في منتصف يعني بالتقريب في منتصف سنه 22، عدى 8 سنين، ايه اللي اتغير في مصر من وجهه نظر قداسه البابا، وايه اللي اتغير لصالح الكنيسه والمسيحيين المصريين؟ صدقني يعني مع احترامي للسؤال، بس الجزء بتاع تغيير للكنيسة يعني ما ياخدش أهمية بقدر التغيير اللي في مصر. هقول لحضرتك طبعا في الثمان سنين دول من 13 لاثنين وعشرين، 8-9 سنين اتغيرت مجالات كثيرة جدا على أرض مصر، يمكن الشباب الصغير ما يقدرش يستوعب، ما ياخدش باله، لكن ربما احنا عشان كبار شوية نقدر نقارن بعصور سابقة، فالمقارنة دي بتبين الإنجازات المعمارية على اختلافها، الإنجازات الصحية، ودي أنا أعطيها المقام الأول، الصحية، تخفيف الآلام الصحية. ده تخفيف الآلام. صحيح، الشيء اللي دايما شغل يعني حضرتك عقل. فاكر فيروس سي؟ طبعا. كان بيعمل ايه في المصريين؟ تلت الشعب كان عنده فيروس سي. صحيح، هي دي الثورة الحقيقية، فالمبادرات الصحية، مثلا إجراء الجراحات اللي متأخرة، التأمين يعني العمل الصحي بصفة عامة، لأن ما فيش أغلى من الصحة، ده إنجاز كبير جدا. التعليمية، استراتيجيات التعليم الجديدة ده هي ربنا يكملها، أنا متأكد أنها تخلق جيل حلو. والحقيقة اقتحام مجالات كتيرة، زراعية، صناعية، اقتصادية، مشروعات ضخمة
افتتاح قناة السويس، المنطقة الصناعية، الدلتا الجديدة، أنا مش بحصر لكن بذكر الأمثلة، ده كله عمل نهضة غير مسبوقة في التاريخ المصري الحديث صحيح، وبتعوض نقص سنين وسنين فاتوا. سنين وسنين أنا أنظر إن ده لصالح الأجيال الجديدة ولصالح الكيان المصري. مصر، مصر دولة، دولة لها قيمتها، لها مكانتها، لها عظمتها، لها ريادتها، بلا شك ده يعني الأمر كله يعني طبعا والفضل فيه لله أولا، لعمل السيد الرئيس وكل اللي بيعاونوه، إن عمل جديد بيطلع بمصر في كافة المجالات. طيب أنا هستأذن قداسة البابا فإن أنا أروح لفاصل، وهرجع بعد الفاصل نستأنف الكلام، ولا زلت هسأل على اللي حصل مع الكنيسة والمسيحيين المصريين إذا سمحت لي. أتفضل. فاصل ونكمل الكلام. أهلا بحضراتكم مرة تانية، بنرجع لكم بعد الفاصل، وكل الشرف و مش عارف اقول الترحيب ازاي، يمكن عشان احنا في البرنامج، مع انه احنا اللي في ضيافة صاحب القداسة والغبطة البابا توادروس الثاني بطريرك الاسكندرية والكرازة المرقسية، احنا اللي في ضيافتك. اهلا وسهلا بك. انا قلت عايز ارجع شوية على مسألة مش التغيير، ولكن اللي لمسته الكنيسة وشعب الكنيسة من 30/6/2013 حتى الان من تغييرات، وأعتقد أن التغييرات إيجابية بالفعل. طبعا تغييرات إيجابية وكتيرة، وده تصويب لأخطاء الماضي. يمكن أبتدي بأكبر حاجة وهي قانون بناء الكنائس. أيوة. قانون بناء الكنائس صدر في سبتمبر 16، وده كان بداية يعني الفكر أو خطوات المساواة وخطوات في المواطنة وخطوات في تصحيح أخطاء للماضي. فكرة وجود قانون فكرة مهمة جدا لأي بناء لأي دولة. لم يكن هناك قانون، وكان للأسف الموجود ما يسمى بالخط الهمايوني. خط الهمايوني، كلمة خط دي يعني قانون في اللغة العثمانية القديمة، والهمايوني ده اللي هو فكرة بناء الكنائس. لم يكن قانون، ولكن أضيفت عليه 10 شروط وضعها وكيل لوزارة الداخلية، وكانت 10 شروط تعجيزية، وصار بناء كنيسة أمر تعجيزي على أرض مصر ولا يعرف السبب. الحقيقة الدولة، الحكومة، القيادة السياسية لما فكرت في كده بتصلح وضعية مهمة، فابتدى القانون وتم مناقشته وتم عمل مسودة له وراح مجلس النواب وتم الموافقة عليه وصدر قانون بناء الكنائس. بيعالج نقطتين. النقطة الأولانية بناء كنيسة في مكان ما في مدينة، والنقطة الثانية يقنن وضع الكنائس التي بنيت بدون وجود سند قانوني لها، اللي بنسميه تقنين الكنائس. أيوة. والحقيقة الاثنين، تقنين الكنائس تم فيه أكثر من 2000 مكان لغاية دلوقتي، هو كنيسة ومبنى خدمة، وكل شوية بيخلصوا الدراسة بتاعته ويطلعوا بيها قرار. وفي نفس الوقت قانون بناء الكنائس في المنطقة، في أي منطقة تحتاج كنيسة. لكن أضيف إليهم أمر ثالث اللي هو مدام مدينة جديدة يبقى تلقائياً يجب أن يبنى فيها كنيسة. صحيح. الحقيقة ده مش عشان صالح المسيحيين، ده عشان صالح الاستقرار في المدينة. إحنا شعب، إحنا كمصريين شعب بنحب الكنيسة والمسجد. اعمل لي في المكان كنيسة ومسجد هروح أسكن هناك. صح. كلنا كده، كلنا كده، كل أب وكل أم بوده إن ابنه وبنته المسيحي يتعلم في كنيسة والمسلم يتعلم في مسجد. كلنا بنحب كده. أنا فاكر لما أسرتي اتنقلت من سوهاج لدمنهور، قعدنا في فندق حوالي مثلا 3-4 أسابيع،
بابا وماما كانوا بينزلوا يدوروا على شقة تكون قريبة من كنيسة ومدرسة علشان نصلي ونتعلم. بس فقعدوا يدوروا شوفوا الشقة دي والشقة دي والشقة دي لغاية ما استقروا على مكان قريب من كنيسة ومدرسة، بينه وبين المدرسة 5 دقايق وبينه وبين الكنيسة 6-7 دقايق. فهيو ده الوضع الأصيل في طبيعة شعبنا. فدي مشكلة الحقيقة حلت نصف المشكلات التي كانت تسمى قديما الفتنة الطائفية. قديما؟ تعتقد أن هذا الملف أغلق يا قداسة البابا؟ مش قادر أقول أغلق تماما، لكن بيغلق شوية بشوية. طبعا القانون اللي طلع سنة 16 يعني بقاله 6 سنين من اللا قانون لوجود قانون، لازم يبقى فيه فترة انتقالية. لو خدت 10 سنين ما يجراش حاجة. صحيح. في الزمن يعني. صحيح. تاخد وقت. لكن الفكر نفسه. الفكر قبل ما نبتدي الحوار كنت بحكي لحضرتك وفي افتتاح منطقة بشائر الخير في اسكندرية. أيوة. كان بيفتتحها السيد الرئيس وكنت حاضر أنا، وجه افتتح كنيسة واستقبلته فيها، فبنوا 3 مدارس جنب. أيوة. بعض، وعملوا في طرفها من هنا مسجد وفي طرفها من هنا كنيسة، بحيث الأولاد لما تلعب في الأحواش والأفنية بتاعت المدارس دي شايفين هنا المدنة وشايفين هنا المنارة. تخيل. فلما بقول له دي يعني فكرة كويسة، قال لي احنا قصدينها، لأن دي فكرة تربوية. فكرة تربوية طبعا. لأنه كده وجدان الطفل ده هيتكون على الحاجتين، انه دي مصر. فيها المدنة وفيها المنارة. هيسمع أذان وهيسمع جرس. صح. الوضع اختلف كتير يمكن أظن عما سبق باختلافات جذرية. يعني الرئيس لما جه وحضر القداس بتاع العيد في يناير 2015، أنا فاكر الرئيس كان قبلها بساعات قليلة في الكويت، نزل المطار من المطار على هنا، ودي كانت أول زيارة في نفس المكان ده اللي احنا واقفين فيه ده، قاعدين فيه ده، نفس المكان ده. وكانت مفاجأة وفرحة فائقة، لأن كانت دي أول مرة رئيس الجمهورية، رئيس مصر، يقدم التهنئة بالعام الجديد وبعيد الميلاد المجيد من الكاتدرائية لجموع المصريين. مش برقيات التهنئة، مش برقيات التهنئة، لكن الحضور والإحساس إن هو رئيس مصر، رئيس كل المصريين، لكل المصريين. ولو حضرتك معرفش كنت موجود في الزيارة ولا لا، فرحة الشعب كانت فائقة فائقة يعني بصورة جميلة، واتنقلت طبعا في التلفزيون الكل شافها. هو ده الوضع الطبيعي، هو ده الوضع الصح. الرئيس المصري هو رئيس لكل مصر. بالضبط. مش رئيس لدين وطائفة وملة ومذهب، للجميع. هو ده الصح. عشان كده بقول لحضرتك تصويب أخطاء الماضي. طيب بطبيعة الحال قداسة البابا يقدر يفهم ده كويس ويستوعبه كويس. الشبان الصغيرين وأهالينا العاديين خالص من شعب الكنيسة، هل بيبقى في وسيلة إنه قداسة البابا يعرف الزيارة دي أثرت عليهم نفسيا إلى أي مدى؟ في وقتها في يوم العيد نفسه بيجي أباء أسقفة من المحافظات والبرشيات يعيدوا عليه، فالقعدة كلها حديث عن الزيارة، يعني بيتكلموش في حاجة تانية غير حديث عن الزيارة وتأثيرها عليهم وتأثيرها على المسؤولين المحليين هناك، المسؤول المحلي، المحافظ، مدير الأمن، مدير أمن الدولة، المسؤولين المحليين. كمان عايز أقول لحضرتك يا أستاذ يوسف إن احنا المصريين فينا الفاميلي سبيريت، روح العائله، روح العيله. نهر النيل اللي احنا ساكنين حواليه ربطنا، ربط في المصريين روح العيله، فكره العيله مش القبيله، العيله. العيله احنا بنعتبر النهر هو ابو المصريين، والارض اللي بناكل منها هي ام المصريين، وانا كمصري مرتبط بالاب والام طبعا. عشان كده مثلا المصريين لم يهاجروا
خارج مصر إلا من 50-60 سنة. لبنان جنبنا بيهاجروا بقالهم 4 قرون. صحيح. لأن ما عندهمش نيل. إحنا عندنا نيل. الرابط مش موجود. فالنيل مش النيل مية بنشربها. صحيح. النيل رابط. وهو اللي عمل الوحدة الوطنية. يعني الوحدة الوطنية بتاعتنا كمصريين من أيام الفراعنة هو سببها النيل. عشان كده بنسميها وحدة وطنية ربانية. لأن الله هو اللي صنع النيل أو أوجد النيل. النقط دي كلها لازم تبقى في وعينا كلنا كمصريين ولازم نعلمها لولادنا. واحنا بنعمل كده في الكنيسه, احنا بنصلي في كل قداس من اجل نهر النيل في كل قداس. لدرجه حصلت لنا مشكله لطيفه قوي لما بقينا نعمل كنايس بره مصر ما عندهمش نيل, فهيصلوا من اجل النيل بتاع مصر, طبعا عندهم انهار تانيه, فغيرنا في كلمه الصلاه وقلنا اذكر يا رب مياه الانهار, مش مياه نهر النيل, ومياه الينابيع ومياه الامطار, لان في بلاد ما فيهاش انهار. ليبيا جنبنا ما فيهاش مثلا نهر. مثلا فالحاجات دي كلها في الوعي المصري لها قيمتها ولها عظمتها ولها الافتخار. يعني افتخر ان انا مصري وان النيل على بعد خطوات مني وانه انشا جوايا وحده مع اخويا في كل العصور. على ذكر المهجر ده يخليني ان يمكن ما هياش اسئله بقدر ما هو تفكير بصوت عالي مع قداسه البابا. احنا اصبح في عندنا جاليه كبيره من المصريين الاقباط موجودين في المهجر في استراليا وفي امريكا وفي كندا وحاجات زي كده, وانا اعلم جيدا انه كان دائما في عندنا حلم الارتباط عن طريق وجود كنايسنا تبقى موجوده هناك في المهجر فتربط اخواتنا واهالينا دول بينا هنا في الوطن الام. بس اعتقد انه قداسه البابا توادرس حلمه وطموحه ابعد فيما بعد فيما ابه ابعد من رؤيه مذيع زي حالاتي. لا العفو. اسمح لي اقدم لحضرتك احصائيات صغيره. ارجوك. احنا لنا 500 كنيسه قبطيه خارج مصر. عظيم. لغايه سنه 1971 يعني من 50 سنه كان لنا 5 كنائس بس, ولنا 2 مليون قبطي خارج مصر بس مش في مكان واحد, متناثرين في أرجاء العالم. فعندنا في أمريكا, كندا, أوروبا, كل دول أوروبا, حتى الدول ما كناش نسمع عنها يعني مثلا زي جورجيا, زي أوكرانيا. أوكرانيا دي كان فيها عدد بيدرس هناك كتير. عندنا في منطقة الخليج, في أورشليم, في أفريقيا, عندنا كنائس قبطية في استراليا. مثلا حضرتك تستغرب عندنا كنيسة 5 كنائس قبطية في جزر فيجي. جزر فيجي دي بعد استراليا بساعتين بالطيارة. لين خدمة هناك ولنا أباء كهنة وبيروح أباء أسافة يزوروهم. فلنا 500 كنيسة قبطية ولنا أكثر من 400 كاهن وراهب خارج مصر وراهبة, وعندنا 10 أديرة قبطية خارج مصر في أماكن كتيرة. يعني عندنا في جنوب أفريقيا دير, عندنا في أمريكا 4 أديرة, عندنا كمان أقباط في بوليفيا والبرازيل وبيرو. خدمات كبيرة. والحاجة الجميلة إن كل كنيسنا دي مرتبطة بالسفارات المصرية, ودي حاجة ممتازة جدا وبنأكد عليها باستمرار. وأنا في كل زيارة خارج مصر لازم أزور السفارة المصرية, وأحيانا تبقى زيارة يعني رسمية كده مع السيد السفير أو مع مجموع من المصريين اللي موجودين في البلد دي, نقعد قعدة محبة كده. فالربط ده ربط مهم جدا. عايز أقول لحضرتك إن إحنا تطورنا إن إحنا ابتدينا نعمل مشروعات باسم مصر بتقوم بها الكنيسة القبطية في بعض البلاد. يعني عندنا مثلا مستشفى كبير جدا في نيروبي كينيا, مستشفى الأمل, وفيها جزء كبير قوي بيعالج الإيدز. مستشفى ضخم. عندنا مثلا مدرسة تكنولوجي في بوروندي. وكل ده بنعمله الكنيسة القبطية بتقوم بيه بمعرفة الخارجية المصرية.
في تنسيق. يعني مثلا السيد سامح شكري وزير الخارجية لما زار كينيا زار المستشفى. فالترابط ده مهم جدا وبيقدم خدمة حلوة. قول لحضرتك على يعني تطور آخر أرجوك. أبنائنا اللي هاجروا اللي حضرتك بتسميهم الجالية القبطية برة هم مصريين طبعا. اللي منهم أطباء وصيادلة وأسنان وعلاج طبيعي. أيوه. بنعمل منهم مجموعات ونقول لهم تعالوا ميديكال ميشن، تعالوا اخدموا في بعض الدول الأفريقية باسم مصر. يعني مثلا دلوقتي احنا بنبني ميديكال سنتر في توجو في لومي العاصمة. حاجة حلوة قوي. العمل الإيجابي حلو وخدمة الإنسان مفرحة. لما أخدم الإنسان المريض وعلم الإنسان ده هو وجمع ولادي المصريين بصفة عامة في مكان، دي حاجة ممتعة ومسؤولية، مسؤولية قوي. كبيرة ومسؤولية وطنية. والحقيقة ده إحنا بنحرص عليه جدا جدا في الكنيسة. هقول لحضرتك بقى على حاجة أكتر. في عندنا في المجمع المقدس اللي هو أعلى سلطة في الكنيسة بنعمل كل سنة سيمينار دراسي، ناخد موضوع ونقعد 4-5 أيام ندرسه، موضوع يخص الخدمة طبعا. فالسنة دي في نوفمبر الجاي واخدين موضوع الدور المجتمعي للكنيسة، يعني إزاي الكنيسة تخدم المجتمع. ده تخدم المجتمع مش في مصر بس، في أي حتة هي موجودة فيها. يعني الكنيسة دورها روحي، دورها الدور الديني الطبيعي جدا. والدور الروحي يعني إعداد الإنسان للسماء، يبقى له نصيب في السماء. لكن الدور الثاني هو الدور المجتمعي، إزاي أخدم المجتمع. وأنا أخدم السماء وأنسى الأرض، فلازم أخدم المجتمع. لو عندي إمكانية أعلم أعمل مدرسة، لو عندي إمكانية أعالج أعمل عيادة، لو عندي إمكانية أأهل إنسان لسوق العمل أعمل مركز تأهيل. يعني أنا فعلا كنت أسأل كده، إحنا الكنائس بتاعتنا بره مش بس دورها مقتصر على الدور الروحي، ولكن لا لا لا. خدمة المجتمع وتأهيل خالص. الإنسان خالص. ده لخدمة الإنسان. كمان في دور مهم قوي، إن إحنا بنحاول نقدم مصر. إحنا اخترنا عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، عيد العائلة المقدسة، وسميناه عشان الكنائس في كل حتة في العالم سميناه اليوم القبطي العالمي، جلوبال كوبتك داي. كويس. وقلنا ده قدموا بيه مصر في المجتمعات بتاعتكم، التاريخ، الحضارة، الفنون، الموسيقى، اللغة، كل الحاجات دي. يعني احنا السنة دي هنعمل احتفالية في سبتمبر اللي جاي مرور 200 سنة على اكتشاف حجر رشيد. فضربت بالوطن وبتاريخه خالص. اكتشاف حجر رشيد على أرض مصر من خلال معرفة اللغة القبطية. لما درس شامبليون اللغة القبطية المصرية القديمة قدر يفك رموز الحجر، وانطلقت علوم الآثار كلها. وهكذا عملية الربط دي عملية مهمة بين جوه وبره، بين جوه وجوه. عملية معرفة الدور الحقيقي اللي لازم تقوم به المؤسسة الكنسية، خدمة المجتمع اللي أنا فيه. الدولة بتعلمني، أنا تعلمت في مدارس حكومية والكلية بتاعتي كلية حكومية، وأفتخر بأساتذتي لغاية النهاردة وبقابلهم ويعني أنحني قدامهم، كل الأساتذة بدون استثناء. وأنا مجرد عدي على الكلية ولا المدرسة اللي تعلمت فيها يعني الواحد يقولوا يترد فيه الروح زي ما بيقولوا. فإزاي ده نعبر عليه للمجتمع؟ المجتمع لازم يتخدم، ولازم مع جهود الدولة يبقى فيه جهود مدنية أخرى زي جهود الكنيسة. الخدمة اللي بتتقدم سواء إذا كان في الداخل أو في المهجر هي بتتقدم للكل. للكل، مصري مسلم خلص. مصري مسيحي، لا للكل. ويعني وحاجات اخرى وللخواجة بره بقى في وللخواجة. كل حاجه بره كل شخص المهاجر اللي زيه ابن الوطن الاصلي خالص خالص للجميع خالص. فده دور ولازم اشجعه ولازم اقويه. وبعدين المحصله النهائيه
انه يقدم اسم مصر. طبعا طبعا المحصله النهائيه. طيب انا هستاذن قداسه البابا في فاصل كمان، معلش انا بثقل، ونكمل الكلام. انتظرونا بعد اذنكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولينا كل الشرف باجراء حوار مع صاحب القداسه والغبطه بابا تودروس الثاني بطريرك الاسكندريه والكرازه المرقسيه. صاحب القداسه، يمكن انا عايز ارجع على النقطه بتاعه الحلم. الحلم بتاع ازاي نقدر نعمل خدمه بشكل اوسع واشمل من خلال الشباب في الكنيسة. الحلم بتاع إزاي نعمل ربط أوثق وأكبر ما بين كنايسنا المنتشرة بره وما بين كنيستنا في مصر. هل الحلم بيشمل زيادة عدد الكنائس؟ هل الحلم بيشمل زيادة عدد المدارس وبالذات المدارس الدينية، ونكبر فيها الشمامسة والقساوسة والأباء الرهبان وما إلى ذلك؟ طبعا الأحلام لا تنتهي، يعني الأحلام سقفها عالي خالص. لكن أولا كنايسنا في العالم كله مرتبطة بالكنيسة الأم هنا في مصر جدا، أولا من خلال الزيارات اللي أنا بقوم بيها. أيوة. ومن خلال أنا زرت مثلا خلال الفترة اللي فاتت ده، هي طبعا سنتين الكوفيد ما كانش الوباء، ما كانش في إمكانية الزيارة، لكن زرت مثلا حوالي 30-35 مكان دولة، سواء دول عربية، أفريقية، أسيوية، أستراليا، أوروبا، أمريكا، كندا، وهكذا. يعني كمان اجتماعات الأباء الأسافة من كل العالم، الأسافة الأقباط، بنتقابل على الأقل مرة كل سنة، إن لم يكن مرتين، ده المينيمم، لكن ممكن يجوا في أي وقت، وبنتقابل ويا بعض، في تواصل مشترك. في اجتماعات بنعملها للشباب، في الفترة اللي فاتت كانت بالزوم على شباب كتير في أماكن كتيرة في كل العالم يعني، وطبعا في مصر هنا. يعني مثلا أنا كنت من أسبوعين ويا شباب البحر الأحمر، شبابنا في البحر الأحمر مثلا على سبيل المثال، وهكذا يعني دون تحديد أو دون حصر. ففي اجتماعات متصلة متواصلة، في لقاءات. كمان عندنا اجتماع لأباء الأسافة في أمريكا باستمرار، يعملوا اجتماعه بدخل وياهم من خلال الزوم، وهكذا اجتماع لأسافة أوروبا. عندنا برا مصر 39 أب أسقف، ده عدد كبير برضو خالص. في تواصل مستمر، وفي أنشطة بتقدم للشباب. وزي ما حكيت لحضرتك مثلا اليوم القبطي العالمي اللي هو 1/6، ده اللي بيقوم بيه الشباب، كل الشباب هم اللي بيقدموا. يعني مثلا في بلد من بلدنا في أمريكا، الشباب القبطي حب يعمل نشاط في الجامعة، فحب يعمل نشاط في وسط طبعا جنسيات كتيرة في الجامعة، يوم شبابي يعني، فحب يعمل حاجة متميزة مختلفة، فصمموا انهم يعملوا طعمية من ضمن البرودكتس اللي بيقدموا. طبعا الطعمية وهي بتتقلى بتطلع ريحة، يعني بتطلع ريحة تملى المكان كله على طول، بتناسبت كل الأقسام التانية وكل المأكولات وجوع الطعمية بتاعتنا. ذكاء يعني وشطارة وهكذا. يعني في أنشطة شبابية حلوة خالص. بنبعت بعض أولادنا عشان يدرسوا بره في بعثات، في كليات لاهوت متعددة، في روسيا، في اليونان، في روما، في إنجلترا، في أمريكا. دي كلها بتعمل روابط قوية خالص. أحب أقول لحضرتك إن إحنا عندنا اجتماع شبابي أسبوعي في كل كنايسنا القبطية، اجتماع شبابي أسبوعي. في الكنائس الكبيرة بيبقى اجتماعين، شبابي يعني اللي في الجامعة، وآخر للخريجين. في بعض الكنائس اللي في مناطق شعبية بيبقى في اجتماع للمهنيين. فالاجتماعات الشبابية كبيرة. عندنا أسقفية للشباب مسؤولة عن التخطيط خدمة الشباب. كل ده بيساهم في ربط الشباب. لكن الحقيقة الشباب محتاج كتير كتير كتير. محتاج كتير قد إيه لو قارناه بحجم اللي اتعمل؟ ما اقدرش ادي لحضرتك نسبة، لكن عايز اقول لك ان احنا عندنا شباب كتير، بس عندنا نقص في الليدرز، القادة.
لأن اللغة الشبابية عشان يبقى في ليدر للشباب ويبقى مقبول لهم، مش كل واحد كواليفايد أو مؤهل لكده. فدي نقطة جوهرية، شباب كتير وقادة قليلين شوية، لكن بنحاول نعمل إعداد لقادة الشباب باستمرار، سواء إعداد محلي أو إعداد مركزي، بنحاول نعمل كده، وده طبعا بيحقق نتائج حلوة. لكن برضو الشباب في تطور كبير قوي، يعني دلوقتي شباب الجامعة اللي مولودين سنة 2000 22 سنة، فسنة 2000 بقالهم طبيعة غير القادة بتاعتهم، لأن القادة اتولدوا قبل كده كبار، فما بيقدروش يفهموا طبيعة الشباب 100%. لكن بنحاول محاولات كتيرة ومحاولات ناجحة وبتحقق ثمر كويس. هدي حضرتك مثال جميل قوي، بنعمل مؤتمر لشباب مختار من كنايسنا القبطية خارج مصر، بنختار 200 شاب وشاب، وبيجوا يقضوا في مصر هنا حوالي 8 أيام، وبنعمل لهم شعار باك تو روتس، العودة للجذور، وبنعمل لهم باكج في الأسبوع ده أو الـ8 أيام، منه سياحي، منه ديني، منه ثقافي، منه دايري، منه تعليمي. بنجيب قامات ناجحة يدوهم محاضرات، مسؤولين ناجحين. مثلا السنة اللي فات جبنا وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وأعطاهم محاضرة وتفاعلوا وياه جدا جدا. وهكذا بنعمل مرة لشبابنا خارج مصر ومرة لشبابنا جوه مصر، برضو بنختار يعني أكتر عدد نقدر نجيبه 200 اللي حسب المكان يعني اللي بياخدهم. فكل دي أنشطة شبابية متواصلة بتساعد على ربط الشباب، وإن كان برضو أقرر إن الشباب محتاج أكتر وأكتر. طيب يمكن وقدستك بتتكلم، أنا قاعد عمال بتصور إنه أو يعني اللي بيقول في ذهني إنه أنا بتكلم مع قداسة البابا تودروس، أكبر قيمة روحية في كنائس الشرق بالكامل، وبالتالي نظرته طول الوقت أكثر شمولا، أكثر عمومية، طموحاته كبيرة والتحديات أيضا كبيرة. التطورات الاجتماعية اللي بتحصل في العالم بتفجر قضايا اجتماعية أحيانا بتبقى مخلقة للجميع، ويمكن في الفترة الأخيرة أصبح في عندنا تطورات كتير بتجرى، الشبان ما بين قبول ورفض أمور، يقبلوا أمور بيقبلها المجتمع الغربي ومضطرين يرفضوها، وفي قرارة أنفسهم قد يرفضوها لأنه كبروا ونشأوا على كده وتربوا على كده ودينهم بيقول لهم ارفضوا ده. قداسة البابا تودروس بيتعامل إزاي في ده؟ التحدي الأسهل في مصر، التحدي الصعب في المهجر. التحديات زي ما حضرتك ذكرت نوعيات، يعني مثلا التحدي الاقتصادي والأسر المحتاجة ده تحدي مهم قوي، وبنحاول نواجهه مع يعني إمكانيات الدولة اللي بتقدمها، لكن هو تحدي كبير خالص بالذات مع الحرب بتاعت أوكرانيا دهية. لكن التحدي الأصعب هو التحدي الأخلاقي، وبرة ابتدوا يعتمدوا على الجنسية المثلية والسيم سكس ماريج والهوموسيكشواليتي، ابتدوا يدرسوها الأطفال وابتدوا يعملوها أفلام كرتون، أمور مؤلمة وضد الأخلاق وضد الدين طبعا وضد القبول الإنساني نهائيا. وده اللي خلى بعض الأسر، أنا بتكلم على الأسر القبطية، يرجعوا مصر. يعني الشهر اللي فات ده في 3 أسر قبطية رجعوا مصر. مصر نورت. أنتوا عايشين في أمريكا؟ قال لا، خايفين على أولادنا، عندهم بنات، خايفين على بناتنا، رجعوا مصر. ودي ظاهرة جديدة. لما درسنا حكاية الأمور الجنسية المثلية وانتشارها وتأثيرها، فقررنا السنة دي في كل كنايسنا برا مصر وجوه مصر إن احنا نعمل مجموعات من التوعية تحت عنوان أسرتي مقدسة، My family is holy. وابتدينا
نأكد على الأصول بتاعة الأسرة الصح في كل الاجتماعات، في كل المؤتمرات، في كل الخلوات، في كل العظات، بحيث أن شبابنا اللي يعني يلقط من هنا ولا يلقط من هنا لو يفتح السوشيال ميديا يلاقي كلنا بنتكلم بلغة واحدة، إزاي أسرتي تكون مقدسة. دي نقطة مهمة جدا طبعا طبعا، وأنا أتمنى الدولة نفسها تلتفت لكده. لأن أمور أخلاق، ده دي الأخلاق اللي هي يعني يقول لك فلان ده أخلاقه عالية. أيوة. فإزاي نحافظ عليه؟ ودي مسؤولية الأسرة، مسؤولية المؤسسة التعليمية والمؤسسة الدينية، مؤسسات الاجتماعية، وأيضا مسؤولية الإعلام. طبعا. إزاي نحافظ على نقاوة الأفكار؟ الحقيقة دي نقط مهمة قوي. هي دي المسألة، التحديات صعبة يعني. يمكن أنا بتكلم في ده لأن أنا لقيت أصبح في منصات رقمية بتعرض محتويات للأطفال، أصبحت متاحة خلاص في الشرق الأوسط، عندنا جالية كبيرة موجودة برا في المهجر، الولاد دول هيتعاطوا مع أفكار مش بتاعتنا، ولا في الدين ولا في أخلاقنا ولا في أعرفنا ولا في تقاليدنا. هنتعامل مع كل التحديات دي إزاي؟ ويمكن فكرت قلت هو قداسة البابا مكتوب عليه طول الوقت التحدي. هو مش قداسة البابا بس، البلد بحياتها وبلادنا، بلادنا بطبيعتها بتحافظ على الأخلاق وعلى التربية. بص، اللي بيخلي الإنسان يطلع إنسان هي البيت، الأسرة. وأحد الآيات في سفر الأمثال بتقول النفس الشبعانة تدوس العسل. النفس الشبعانة من الحب جوه البيت، أخرج من البيت أواجه أي حاجة عندي مبادئ. صح، قوي قوي. فالمعول هو على مؤسسة الأسرة، ولذلك الاهتمام الأول هو من خلال الأسرة، مش المدرسة، الأسرة، البيت. واسمح لي أقول لحضرتك أن أنا في رأيي أن أحد أسباب انتشار الإرهاب ضعف الأسرة. مفيش إنسان إرهابي طلع من أسرة طيبة خالص. ممكن يكون متعلم. متعلم في كلية كبيرة وكل حاجة وما يسور الحال المادي. لا 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 لا. الأسرة، الأسرة دي الكيان اللي يجعلها الله يستقبل الطفل، العجينة الأولى دهيت، ويربيه، يحط فيه المسل، يحط فيه الحب، حب الحياة، حب الآخر، حب الله، حب الأرض اللي أنا عايش عليها، حب العلم. بس من الأسرة. ولما ينشأ الطفل سواء شاب أو شابة هيقدر يكون أسرة جيدة. لكن لو إنسان في بيته مش بعش، سامحني، هيفضل جعان. وعندنا مثل مصري جميل قوي يقولك الجوع كافر، مش كده؟ صحيح. الجوع ده إحساس جسدي، معدتي فاضية، لكن تصور إنه يتحول لإحساس وجداني، الكفر. تصور. فاجعل كل طفل يشبع في الحب في بيته، في مدرسته، في المؤسسة الدينية اللي بيحضر فيها، يشبع من الحب، يقدر يواجه العالم كله. نعمل إيه علشان خاطر يعني دايما الرئيس يتكلم على تجديد الخطاب الديني، وانا كلفت لنظري، ويمكن انا اللي فاهم غلط، انه تجديد الخطاب الديني هو بتاع الكل، المسلمين في خطابهم الديني والمسيحيين في خطابهم الديني. وقد يكون في هذه المعادلة اللي تبدو من طرفين انه هناك احيانا خطاب متشدد لدى المسلمين، ويجب ان يقابل بقى بخطاب مختلف من المسيحيين، خطابات المشتركات، خطابات المحبة المتبادلة، خطابات مش بس التاريخ المشترك. احنا لدينا طول الوقت في الدين مشتركات بآلاف القصص وآلاف العبر وآلاف الأمثال. طبعا. نعمل ايه يا قدس البابا؟ بص، التأكيد على صورة الأسرة ودورها. اسمح لي اتكلم بصراحة شوية. أرجوك.
يعني مثلا أحيان ما يقدم من خلال التلفزيون بصفة عامة أحيان يهدم قيم الأسرة. قيمة الأسرة إن الشاب ده ارتبط بالشابة دي كونوا أسرة، إزاي تكوين الأسرة ده إلى نهاية الحياة؟ ده بسميه شريك الحياة. صحيح. أو شريكة الحياة. وإزاي ربنا يبارك الأسرة دي يديهم أطفال، وإزاي الأطفال دول قمة عطايا الله للإنسانية. وإزاي الطفل ده بيستودعه حياتي. يعني المعاني دي تربية الشباب من أجل تكوين أسرة، مش عشان الشاب شاف بنت حلوة أو ولد غني أو شكله جميل أو مش عارف عنده إيه. دي معايير ما تبنيش أسرة. ده مش رباط مقدس، ده شكل بس، عشان كده هيقعد سنة اتنين وينحل. إزاي؟ إزاي إن تكوين الأسرة، حضرتك عارف كلمة فاميلي، أسرة ست حروف، اختصار ست كلمات، فازر and mother I love you. أنا بحبكم عشان أنتوا حبتوني. فهم لما بابا وماما حبوني أنا طلعت أحب المجتمع. فديت حب، خدت حب فديت حب. ولما نيجي ننادي مثلا بعملية تنظيم الأسرة دي في محلها وعقلانية ومنطقية، لأن أنا لما يبقى عندي اتنين مثلا على سبيل المثال أقدر أستودعهم حب وفير. لما يبقى العدد كبير والإمكانيات ضعيفة يا ما فيش حب، يا حب شحيح. فيطلع ابني مش عنده أنيميا، أنيميا جسدية، عنده أنيميا في الحب، عنده فقر حب. فقر حب الجاز يعني، ده مرض نسجله. فدي كلها معايير مهمة إنها تبقى في ذهن شبابنا وولادنا وأسرنا وبناتنا. أمال هبني بيت إزاي؟ حلاوة الأسرة بابا وماما وأخويا وأختي وإحنا قاعدين ويا بعض شيء مهم خالص، يجب أن يبنى أو يعاد بناؤه بشكل من الأشكال. برامج الشباب اللي بتقدم وتقدم بلغة شبابية، لا تقدم بلغة مثلا لغة المحاضرات أو اللغة الأكاديمية، لا 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 لا، أو يقدمها ناس بيكلموا، لا، لازم ننزل لمستوى ولادنا وطريقة تفكيرهم واللي بيواجهوه على السوشيال ميديا عشان يقدروا يفكر إزاي يبني أسرة صح ويبني بيت صح ويفرح بأسرته. ده الأسرة دي عطية من عند الله. هل أن الأوان أن إحنا نغير أشياء أو نطور أشياء موجودة في مناهجنا التعليمية، سواء إذا كانت مناهج زي القراءة في اللغة العربية أو مناهج في الدين؟ طبعا طبعا طبعا، محتاجين جدا جدا. وإحنا بنعمل في الكنيسة كده، يعني إحنا بنعمل تغيير في المناهج بتاعتنا كل 5 سنين. كل 5 سنين بنغير المناهج بتاعتنا وبنوجد نضيف عليها أساليب جديدة. يعني مثلا كنا من 3-4 أسابيع بنتكلم إن إحنا لازم نضيف في مناهجنا دروس عن البيئة، عشان موضوع البيئة دلوقتي موضوع مهم خالص. مثلا في مناهجنا كل سنة في درسين عن مصر، مرة في يناير ومرة في يونيو، ده في ابتدائي وإعدادي وثانوي وشباب وشابات. الفكر ده كله لازم يتغير ولازم يتجدد، العالم بيتطور حوالينا واللغة نفسها. بص، الشباب محتاجين حاجتين: حب حقيقي ألمسه من اللي بيخدمني، من الأستاذ، من الواعظ، من الكاهن، من الشيخ، من المعلم، حب حقيقي بيحبني. ونمرة 2 حوار، ديالوج، مش عملية التلقين ان واحد واقف يعلمني وانا عمال اسمعه كده وبعد ما يمشي يطلع من ناحية تانية. فالاساليب دي كلها لازم تتغير ولازم يبقى في فعالية اكتر. عشان كده انا اسمح لي استخدم الحوار واقول ان اهم شخص عندنا في مصر هو مدرس ابتدائي. طبعا بره كده، وإذا كنا في الكليات العسكرية وكليات الشرطة وكليات القضاء أو الحقوق
بناخدهم على الفرازة، فبالأولى ناخد مدرس ابتدائي على الفرازة بالأولى. ولا يصلح أي مدرس أو مدرسة أنه نحط في إيده أغلى ما عندنا أطفالنا، أغلى ما عندنا دول مصادر الثروة. فحط ابني في إيد مدرس أو مدرسة يطلعه بالكفاءة المطلوبة، يطلعه مشوه نفسيا وجدانيا فكريا. مدرس ابتدائي هو مفتاح صنع أجيال جديدة، مدرس ابتدائي. وأرجو أن الدولة تهتم بكده. مدرس ابتدائي دراما وسينما والعيلة بالضبط دول يغيروا مستقبل بلدنا خالص. والحقيقة أنا نفسي الدولة، وطبعا الدكتور طارق شوقي وزير التعليم مجهوده يعني أثني عليه جدا، لكن نفسي يعملوا ثورة في مدرس ابتدائي. طيب يعني ده يخلينا نقعد نفكر في مسألة إنه التعليم عندنا، وزي ما قدستك قلت لنا التعليم الابتدائي ده اللي بيخرج الثمرة بتاعت مستقبل هذا البلد، وعليه يجب الاهتمام. لكن كتير جدا أقعد أنا أتساءل أقول طيب إحنا مثلا وإحنا بندي أولادنا دروس التاريخ، هل إحنا بنديهم التاريخ كله ولا بديهم حتة؟ يعني هو أنا ما خدتش في المدرسة على سبيل المثال ليه حركة الرهبنة بدأت في مصر مثلا، ما حدش قال لنا كده في كتاب التاريخ في المدرسة، ده أنا اللي قريت، ودي حاجة غريبة جدا، ده جزء من تاريخنا، ده مش تاريخ ديني، ده تاريخ وطن. ده عايز أقول لحضرتك، أنت ذكرت مثال يعني مهم قوي، كنيسة مصر هي افتخار لكل مصري طبعا، مش عشان أنا مسيح بقول كده، أنا فاهم. الكنيسة المصرية لو تشوف تقديرها من كنائس العالم شكله إيه؟ صحيح. مثلا الرهبنة، أنت عارف مثلا دولة زي ألمانيا فيها 1000 دير، فكرتهم منشأهم من مصر. إيطاليا فيها 1000 دير، 1200 دير، فرنسا بالمثل، روسيا فيها أعداد ضخمة من الأديرة. وفي الغرب خدوا الرهبنة وطوعوها للخدمة، يعني بقى في رهبنة للتعليم ورهبنة للصحة ورهبنة للتدريب المهني. ما عندناش صحيح في مصر كده، لكن ده موجود. أنا بقصد دي لمحة بذرتها كانت في مصر. أنا أي شخص بيجي يزورني مسيحي أو مسلم أو أجنبي مش مصري يعني، أقول له لازم تزور الأديرة بتاعتنا، عندنا في مصر 50 دير، لازم تزور أقدم دير في العالم في البحر الأحمر. ده لازم المدارس تعمل رحلات منتظمة لكده، ده تاريخ، وتاريخ عظيم مشرف، وتاريخ القديسين، وتاريخ له دور فاعل. يمكن يعني حضرتك ذكرت الرهبنة، وأنا كطبيعتي راهب، الأديرة عندنا في الصحراء، فحضرتك لو تخيلتها مواقعها على خريطة مصر كأنها بتحمي مصر بالصلوات. كل أديرتنا بتصلي الساعة 4 الفجر كل يوم يوميا تسبحة، فتصور في دائرة صلوات مرفوعة من البحر الأحمر نزولا للنيل، طلوعا لوادي النطرون لغاية الساحل الشمالي، أديرة كلها أديرة رهبان أو راهبات بتحضن مصر وبتصلي لها. شيء مهم جدا ان نعرف كده. وما كنتش اعرف اخويا واعرف اختي واعرف شعبي واعرف تاريخي واعرف جغرافيتي، شيء رائع وشيء يدعو للفخر. بالقطع هو شيء يدعو للفخر، وزي ما كنت بقى بتكلم مع قداستك، هو ده جزء من تاريخ هذا الوطن. وبيبقى شيء غريب جدا ان احنا لسه بنتعامل بحساسيات نبعت يمكن قريب كمان، يعني هي نبعت في وقت جيلي في السبعينيات ما كانتش موجوده قبل كده، ان هو احنا لو عملنا كده نبقى بندرس في التاريخ دين مسيحي. هو ده مش دين مسيحي، ده جزء من تاريخ هذا البلد. بالظبط كده، ده جزء من تاريخ هذا البلد. طيب هل انه
أفلام السينما ممكن تعالج جزء من ذلك، الدراما تعالج جزء من ذلك، يعني عودة مرة تانية للإنتاج التاريخي مش للإنتاج الديني، إن الناس تعرف تاريخ البلد دي إيه، وتاريخ ما بحبش كمان أسميها حالة الوئام، لأنه العيلة الواحدة ما فيهاش وئام، هي دم واحد. مثلا الدكتور زكي نجيب محمود أحد فلاسفتنا في العصر الحديث، الدكتور جمال حمدان عالم الجغرافيا، دول اللي بيبنوا وجداننا كلنا، ولازم نعرفه، ونعرفه بالكتاب، ونعرفه بالفيلم، ونعرفه بالمسلسل. كل دي حاجات لازم يعني، بس لازم تتقدم بالأسلوب العصري بقى. يعني مش أساليب قديمة والتطوير والكلام ده، لكن لازم تتقدم، لازم تتعرف. والمسيحي والمسلم واليهودي في تاريخ مصر طبعا، كل ده زخم. أنا وأرجو من قداستك تصححني، أنا لازلت أقرأ حتى الآن باستياء توصيفات المفكر القبطي فلان، المفكر الإسلامي علان. أنا تربيت أن المفكر مفكر، المثقف مثقف، ما تربيتش على أنه يتحط ما بين قوسين صبغة دينية على التفكير أو على الفلسفة أو على الثقافة. إمتى تنتهي قداسة المرء؟ أنا مش عارف تنتهي إمتى، بس أرجو أنها تنتهي. ولكي تنتهي، الدين هو العلاقة الشخصية بين الإنسان وخالقه، وليس بعد ذلك شيء. الدين هو علاقة شخصية ويتمتع بها المخلوق بيد الخالق اللي أوجده، ولذلك أنا كشخص أحترم كل أديان العالم، أحترمها تماما، بل بالعكس، ده أنا لما أعرفها بحس كده أن أنا ازددت معرفة. صحيح. وازددت رؤية أوسع في العالم. والإنسان هو الإنسان، الإنسان يعني اللي كان بيحزن مثلا إبراهيم أبو الآباء من أجيال وأجيال وقرون وقرون، هو نفس اللي بيحزن أي إنسان النهاردة. الإنسان هو الإنسان، الإنسان هو الإنسان. وبالتالي لما أنظر للآخر إنه إنسان، ده جوهر. أما إن عنده علم، عنده ثقافة، عنده فن، عنده مهارة، عنده هواية، عنده إبداع، ما هو ده بيخدمني أنا كإنسان. عشان كده ربنا بيعمل المجتمعات والدول عشان نخدم بعض. أنا محتاج حضرتك حتى لو ما كنتش أعرفك، وأنت تحتاجني، المجتمعات كده. فإزاي نوجد الرؤية الإنسانية للحياة؟ شيء مهم خالص. ما يبقاش الإنسان رؤيته ضيقة وهو بس ده. احنا عندنا أمثلة في مصر محبطة، مثلا اللي نعرفه أحسن من ما نعرفوش. صوري ده معناها أنه يتوقف البحث العلمي مثلا، بقى وقف كل حاجة. اللي نبات فيه نصبح فيه، نصبح فيه ركود. نعم، أنا ما فكرش. دي أمثلة محبطة جدا. يقول لك مثلا الإنسان الشرقي كالشجرة، يولد ويعيش ويموت في نفس مكان. الإنسان الغربي كالطائر، يولد في مكان ويعيش في مكان ويسافر لمكان ويموت في مكان. الرؤية أوسع وهكذا أشمل. يعني إذا سمح لي البابا، أتذكر دائما برنامج للراحل العظيم فؤاد المهندس، كلمتين وبس. جميل. فإذا أزل يا قداسة البابا وقدم عظته في نهاية الحلقة، بس العظة المرة دي هتبقى للمسلمين في الأول، وبعدين عظة يعني الأول عظة كلمتين وبس للمسلمين، وبعدين عظة كلمتين وبس للمسيحيين. بالنسبة لإخواتنا المسلمين في مصر وفي كل العالم، طبعا بهنيكم بعيد الأضحى، وطبعا بكل معانيه الروحية الجميلة الموجودة فيه، وربنا يديم الفرح دايما. ومناسبات الأعياد هي أجمل مناسبات بنتقابل فيها كلنا، بنفرح بيها كلنا، وبتبقى فرص لطيفة وجيدة للتواصل الإنساني.
احنا مثلا على مستوايا بيبقى ويا وفد كبير وبنروح نعيد على فضيلة الإمام ونقضي وقت طيب جدا وياه، ويبقى وياه مجموعة من المسؤولين وزير الأوقاف وفضيلة المفتي، ويبقى جلسة محبة. وأرجع وأقول لحضرتك جلسة العائلة، روح العائلة. وبرضو في المناسبات الأعياد المسيحية بيشرفنا برضو مع وفد كبير ومن جامعة الأزهر بيجي، شيء حلو، تواصل إنساني حلو، بنتقابل في مناسبات كتير. فأنا بهني إخواتي المسلمين بعيد الأضحى، ودايما الأعياد بروحها بمعانيها هي تذكرة بيسمح بها الله عشان الإنسان يعيش فيها طول حياته. فمعاني التضحية اللي موجودة في العيد ومعاني الوفاء هي معاني إنسانية ممكن يعيش بها الإنسان طول حياته. كلمتين وبس لمين؟ لا المسيحيين. المسيحيين طبعا دوركم ومسؤولياتكم المجتمعية زي ما علمنا السيد المسيح، أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. فكل إنسان مسيحي أنت ملح الأرض. الملح يقدم عذوبة ويقدم مذاقة، وبالتالي عليك دور في المجتمع. مفيش ملح يبقى لوحده، مفيش واحد يعزم التاني يقول له عزمك على ملح، لكن ملح ده بيدخل في الطعام، في كل أنسجة الطعام. فأنت ملح الأرض وأنت نور للعالم بأسلوبك بطريقتك بعلمك بكلامك بابتسامتك، أنت نور للعالم. كلمتين وبس للشبان الجداد اللي هيتجوزوا. الشباب، أنت مقدم كشاب أو كشابة، مقدم على مرحلة جديدة في حياتك، مرحلة تكوين الأسرة. وتكوين الأسرة من خلالها أنت بتبني مجتمع. وطبعا الأسرة هي العلاقة الاجتماعية الرسمية، يعني رسمية بتسجل في ورق، غير الصداقة علاقة اجتماعية غير رسمية لا تسجل في ورق وينتج عنها آثار وأنساب وعائلة. أنت من خلال تكوينك لأسرة أنت بتبني، ممكن ابنك يطلع أهم شخص في مجتمعه وبنتك كده، وممكن أنت شخصياً وأنتي شخصياً. عشان كده حط كل عوامل النجاح من أجل أسرة سعيدة. آخر كلمتين وبس لكل من يعتلي منبر مسيحياً كان أو مسلماً. كن إنساناً، كن إنساناً وأنت تقدم تعليمك، أنت تخاطب إنسان، ولا تتحيز أو تنحصر في رؤية ضيقة. الحياة النهاردة بقت واسعة جداً، وأسرنا وشبابنا وشاباتنا وأطفالنا بقى العالم كله مكشوف قدامه، وبالتالي كن على مستوى المسؤولية. ضع القيم، ضع المبادئ، ضع الأخلاق، ضع الثوابت الروحية اللي تجعل من الإنسان إنساناً في الحياة بتاعته. صاحب القداسة، أنا لا أستطيع وصف سعادتي ولا قدر تشرفي بهذا اللقاء وبالحوار وبسماحك لينا بالحوار وبالذات هنا. ألف شكر. أهلاً بيكم، وأنا سعيد طبعاً بمقابلة حضرتك، وسعيد بكل المجموعة اللي وياك في الصف، وأتمنى دايماً الخير لبلادنا ولشعبنا ولأولادنا في كل مكان، واسم مصر دايماً يكون عالي في كل مكان. يا رب يا رب. ألف 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 شكر. كان حوار نتمنى أنه كان مختلف. أنا عن نفسي الحوار كان أكتر من رائع، أكتر من مفيد، أكتر من مشرف بالنسبة لي. حوار مع صاحب القداسة والغبطة البابا تودرس الثاني بطريرك الأسكندرية والكرازة المرقسية. يا سادة إكرام، كنيستنا في مصر هي الكنيسة الأقوى في الشرق، وقد تكون من الأقوى على مستوى العالم. فقدروا هذا الدور وقدروا هذا التاريخ، جزء من تاريخ وطنك ولا يتجزأ منه. خلصت الحلقة، ولو كان لنا العمر نقابلكم تاني في التاسعة.